متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة اليوم في العاصمة الرياض. الأجواء تكون صافية بوجه عام، درجة حرارة 21 درجة مئوية، والأجواء مشمسة بوجه عام. اليوم نهارا يتوقع أن يطرأ الارتفاع على درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة سيما الوسطى والشرقية، وتسود أجواء مستقرة في عموم المناطق. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصورة الليلة القادمة. نبدأها شمالا من إسكاكا التي تتوقع أن ترتفع 20 درجة مئوية في ساعات النهار، والصورة 7 درجات مئوية. عرعر 18 إلى 6، تبوك 18 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الغربية للمملكة، مكة المكرمة 30-17، جدة 28-19، وفي المدينة المنورة 27-12 درجة مئوية، في حين تكون في الطائف من 25-12 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية، في أبها 23-10، الباحة 20-12، وفي جزائر من 29-24 درجة مئوية. في الإحساء من 24-10، الدمام 23-11، وفي حفر الباطن من 20-11 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى في العاصمة الرياض تكون العظمى 21-13 درجة مئوية، في بريدة 20-11، وختام هذه الجولة في حائل من 18-6 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.